كلنا يشعر بالفخر أنه مسلم، وأن القرآن الكريم كتابنا ودستورنا، ولكن بعد هذا الفيديو ستشعر بقمة الفخر وبقمة العزة. هذا الشاب غير مسلم وأعطوه نسخة من القرآن الكريم، فما أن أمسك القرآن الكريم بيديه حتى طار عقله وظل يردد ويقول: أحقا هذا هو القرآن الكريم؟ قالوا: نعم، إنه هو القرآن الكريم. فقال: كلمة تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال: أنا لا أستحق أن أمسك هذا الكتاب. ثم قال كلمات تقشعر منها الأبدان ويشعر فيها كل مسلم بالفخر وبالعزة أنه مسلم، وأن هذا الكتاب كتابه، وأن هذا القرآن دستوره. هسيب لحضرتك الفيديو تشاهدوه، ولكن بعد الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم نلتقي لنعلق على هذا الفيديو. This is the Quran. You can see an Arabic. This is the Quran. This is the Quran. Really? No, this is the Quran. This is the Quran, yes. I have Quran in my hand. 100%. I don't deserve that. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is the Quran in my hand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I don't know what to say. I will read everything. Allahu Akbar. When I finish, I will look for you. We are here, akhi. Yeah, open your heart, looking for the truth. I see you're sincere. Also do this. Just like Jesus and Abraham and Moses worshipped, they put their head on the ground. I just, you see how Muslims worship? When you go to sleep tonight, before you sleep, go put your head down on the ground. Put your head down on the ground. And ask that one creator to show you the truth and to give you the strength to follow that truth. حقيقة أنا لم أرى في حياتي مشهد يشعرني بالعزة وبالفخر أن هذا الكتاب كتابي وأن هذا القرآن دستوري إلا بعد هذا المشهد. هذا الشاب غير مسلم، وحينما أمسك القرآن الكريم كادت سعادته تخرج من عينيه ولا يصدق نفسه أنه ممسك بالقرآن الكريم الذي يسمع عنه وما رآه وما أمسكه في يوم من الأيام. رغم أن هذا المشهد أسعدني وجعلني أشعر بالفخر وبالعزة، إلا أنه في نفس التوقيت أخجلني في أننا مقصرون في حق هؤلاء في توصيل الدعوة الإسلامية إليهم، مقصرون في حق أبنائنا. أخجل حينما أسأل شابا من شبابنا كم تحفظ من القرآن الكريم وتكون الإجابة مخزية مخجلة: لا يحفظ من القرآن إلا القليل. والسؤال الأكثر والأشد عجبا الذي يدعو الإنسان إلى الخزي حينما تسأله: كم تختم القرآن الكريم في كل شهر؟ فيجيبك: أنا لا أختم القرآن إلا في رمضان، وبعد رمضان ومضي رمضان بأيامه الجميلة العطرة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما بعد أعوام ونحن في قمة العافية يا رب العالمين. تراه أنه منذ انتهاء رمضان لم يفتح المصحف الكريم إلا القليل، قليل القليل، خواص الخواص هم من يحافظون على وردهم في كل ليلة وفي كل صباح. لا يأتي عليهم يوم من الأيام إلا وقد طالعت عيونهم في كتاب عزهم وشرفهم في القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى نور، والله الذي لا إله غيره، إن القلوب مظلمة ولا تنير القلوب إلا بالقرآن، ولا تنير الدنيا إلا بالقرآن الكريم. فحين يخجل الإنسان، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشكون يوم القيامة لربنا سبحانه وتعالى، وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وده شاب غير مسلم في غاية السعادة
في قمة الفرحة أنه أمسك القرآن الكريم بيديه وقال كلمات تكتب بماء العيون لا بماء الذاب. قال أنا لا أستحق أن أمسك هذا القرآن لأنه كتاب عظيم، كتاب ذو قدر عال، كتاب أنزله الله تبارك وتعالى بيانا وهدى للناس للعالمين. فرسالتي إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، عار علينا والله عار علينا أن نطالع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم في كل صباح وفي كل مساء ساعات طويلة، بل يتعدى بعضنا أكثر من 24 ساعة كاملة أمام وسائل التواصل الاجتماعي ولا يفتح القرآن لنصف ساعة لعشر دقائق ليقرأ منه صفحة، ليقرأ منه جزء، ليقرأ منه آيات، فحينها يخجل الإنسان. كنا في القديم إذا ركب الواحد منا المواصلات كنا نرى الشباب والرجال والنساء يفتحون كتاب الله سبحانه وتعالى عالية أصواتهم بالقرآن الكريم. الآن إذا ركبت في أي مواصلة تجد الشباب وتجد البنات والرجال والنساء يمسكون بالهواتف، يمسكون بالهواتف لعل بعضهم يقرأ منه، لكن الأكثرية لا يقرؤون. أكثرنا مهمل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كتاب ربنا هو عزنا وهو حبل الله المتين الذي نمسك به، دستورنا، شريعتنا، قرآننا، عزنا، فخرنا، رضا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ضوعوا به بيوتكم، اقرأوه آناء الليل وآناء النهار، اجعلوا البيوت ملأة بالقرآن الكريم. يا أخي لويس التاسع ملك فرنسا حينما تم أسره هنا في مصر كان يرسل رسائل إلى زوجته يخبرها قبل أسره عن جمال مصر وما فيها من الحدائق الغناء، غير أن هناك شيئا كان يقلقه وكان يزعجه وهو قراءة القرآن بالليل وبالنهار. كان يشعر حينها بالأسى وبالخزي وبالحزن حينما يسمع أن المسلمون يقرؤون القرآن بالليل ويقرؤون القرآن بالنهار، جهاد بالنهار وقرآن بالليل، أطفالهم في الكتاتيب يحفظون كتاب الله جل في علاه. فلا تفرطوا واجعلوا القرآن همكم وابدأوا مع أبنائكم بالقرآن، فلا خير إلا في القرآن، ولا بركة إلا في القرآن، ولا عز إلا في القرآن، ولا بر إلا بالقرآن. اللهم عمر قلوبنا وعمر بيوتنا بالقرآن الكريم، اللهم آمين.